هكذا كان المشهد في الأول من نوفمبر عام 2017 أثناء تسلم السلطة الفلسطينية لمعابر قطاع غزة تنفيذا لاتفاق القاهرة في ذات العام. لكن تغير الأمر بعد عودة التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس، إذ أعلنت السلطة عن سحب موظفيها من معابر القطاع، أمر قالت حركة حماس إنه يزيد من وطأة الحصار على غزة. معبر رفح هو المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي لقطاع غزة. أبو مازن أراد زيادة الحصار على أهالي قطاع غزة، لكن حماس ومعها كل الفصائل تتحرك بشكل موحد بالتوافق مع مصر لإيجاد صيغة لضمان استمرار فتح هذا المنفذ الوحيد على العالم الخارجي. مساعا كبيرة بذلتها الفصائل في القطاع لرأب الصدع وإقناع السلطة بالعدول عن هذه الخطوة، لكن دون جدوى، لكنها تنظر لخطورة القرار وتداعياته على القطاع. يعني ننظر لها بخطورة بالغة، خطوة الانسحاب من المعابر ستزيد المشهد الفلسطيني صعب تعقيدا وسترخي بدلالها السلبية على القضايا المتعلقة ومصالح أبناء شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة وحرية السفر، وتغلق الطريق أمام الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية أو من الفصائل لمحاولة رأب الصدع وتخفيف من حدة الاحتقان والاستقطاب التي شهدتها الحالة الفلسطينية خلال الأيام الماضية. تداعيات هذا القرار يطال الوضع الإنساني المتهالك ويوقف عجلة المصالحة كما يرى مراقبون. يعني هذا القرار له جانبين أساسيين، الجانب الأول هو مؤشر على أن المصالحة متعطلة، أن الأمور متوترة جدا، وأننا سندخل في مرحلة إجراءات وإجراءات مقابلة. في الجانب الآخر الجانب الإنساني، هذا يعني بأن السلطة تسحب مسؤوليتها عن المعبر وبالتالي عودة المعبر إلى حالة الإغلاق السابقة. يعيش المشهد الفلسطيني حالة من التوتر تزداد مع استمرار التصريحات من الطرفين. سحب موظفي السلطة الفلسطينية من المعابر في القطاع ستزيد الأمر تعقيدا في المرحلة القادمة، فهذه الخطوة لا تقتصر على مسار أو خلاف سياسي فقط، بل تمس صلب الوضع الإنساني المتأزم في القطاع. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.